مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي للاخوه الهجان السودانيين يشاركوا بميدان التحدي لسباق الهجن العربيه الاصيله. الشوط الاول الرئيسي وشوط الرمز وشوط التحدي المتحدين. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، المقدمه والصداره هنالك الناوي ويوسف، من يقدم الناوي باداء جميل وتحدي ممتاز بهذا التحدي الكبير الناوي، ولكن دخول مباشره شاهين واحمد بن محمد بن الطاهر الهدندوي، من يقدم اداء جميل الهدندوي بهذا الصباح الجميل. ثاني الاسماء وصل الناوي ويوسف بن علي بن جبير البطحاني، من يقدم اداء جميل، ولكن الله وصل وصل حراء ومبارك بن محمد الرشيدي، ولكن رابع الاسماء دخول مباشره شاهين وموسى بن الحسن الامام، ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصدور هنالك. الله الله شاهين واحمد بن محمد الطاهر الهدندوي، يلا يا الهدندوي، اهالي كسله واهالي هنالك، اهالي كسله منتظرين، اهالي كسله هنالك، يا الهدندوي روح مع التحدي، يا الهدندوي روح مع التحدي، احمد بن محمد بن الطاهر بن الطاهر، يلا يا الهدندوي روح هنالك، يلا سلامات وين؟ اهالي كسله، اهالي كسله، يا الهدندوي الهدندوي سلوم، يا الهدندوي مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ولكن ثاني الاسماء دخول مباشره شاهين وموسى بن الحسن الامام، ولكن خلاص خلاص كمل الهدندوي كمل بأداء جميل وتحدي ممتاز شاهين وأحمد محمد الطاهر الهدندوي، خلاص قفل بأداء جميل وتحدي ممتاز، تحدي ممتاز وأداء جميل وانطلاقة سريعة مع الهدندوي، سلام شوط الرمز راح مع الهدندوي، الله سلام سلام يا الهدندوي، سلام سلام يا هالي كسلة، سلام دبايبو دبايبو، صباحك كل صباحك ورد وصباحك سلام سلام دبايبو دبايبو، سلام يا الهدندوي، سلام يا الهدندوي، سلام. ثاني الاسماء وصل شاهين موسى بن الحسن الامام، ثالث الاسماء وصل مشاهدينا الكرام، وصل حوران مبارك بن محمد الرشيدي، التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان ساعة وصول شاهين، وهنالك ايضا الهدندوي قدم احمد محمد احمد الهدندوي دقيقتين وعشرة وستة وسبعين جزء، شكرا ايضا لكل المتابعين وعشاق الاصاله، شكرا لموقع الابرقه بتصويره الرائع، شكرا لمصورنا عثمان، شكرا ايضا لسايق العرب محمد، شكرا مروان، شكرا مع محدثكم صالح محمد، والى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.